اليوم تشوف المنتخب العراقي يعني حتى أنا الجول اللي صار التعادل دقيقة 45 دعش لاعب بحضن فهد طالب وطلع اللقطة لقطة الهدف تشوف اليوم دعش لاعب بحضن فهد طالب وهذا الشيء مو صحيح. احنا اليوم نريد نفوز. اليوم انت فايز على لبنان يكون عندك امل زين. هو اليوم لعب بشقد لعب 4-2-3-1 زين. طيب. انا كمدرب اريد افوز هاي المباراه العب مهاجم واحد 90 دقيقه.